إلى جانب هذا المرأب يعيش فوزي الذي لجأ إلى لبنان هربا من داعش عام 2011 مع ابنته وزوجته التي تعاني اليوم شللا نصفيا بعد تعرضها لجلطة دماغية. الوضع أنا مرتي قامت تفكر كثير بالموضوع، بفكر صار عندها جلطة. آخر شيء قبل 10 أيام صار عندها نزيف داخلي. نزيف داخلي أنا ما عندي حدا يساعدني، أنا بنتي صغيرة عمرها 13 سنة، 12 هلا صارت 13 مريم. مريم بالسادس كانت بالسادس، فللت العام ديك السنة من المدرسة لأنه بصراحة ما عندنا حدا يضل عند أمها. أخذت غرفة صغيرة ب 350 دولار، هي الغرفة اللي بتشوفوها. روح على الكاريتاس، بروح على الكاريتاس نفس الحكي، بيقولوا روح على الأمم، احنا ما خصنا. بروح على الأمم بيقولوا روح على الكاريتاس، وهيك هاي 6 شهور أنا براجع الكاريتاس والأمم. وهيك بس كتبوا لي مشفى دواء شي تقريبا 15 شكل دواء، كله دواء هيدا تاخذه مرتي. هيدا وبعت فيه منه كثير، ما اشتريته أنا بعد بالأوراق هونيك. المطرانية بتساعدني بالدواء. يعتمد فوزي والعدد الأكبر من اللاجئين العراقيين على مركز رعاية الكنيسة الكلدانية في السبتي لتأمين حاجاته الطبية والحياتية. هاي مدام سميرة عندي دواء، بدي أخذ دواء. هاي تبع الدواء، لأنه طلعت مرتي من المشفى الحريري. أوكي فوزي، على كل شهر نعم تأخذ أنت حدا الدواء. تمام. لزوجتك. تمام. تمام. شعب تجي لعندي بتجيب البطاقة معك وأنا بعطيك الدواء. تمام. ممنون. ممنون لك أنا ممنونك. تؤكد الكنيسة الكلدانية أنها تساعد نحو 20,000 لاجئ عراقي في لبنان فيما يشكو المطران من الإهمال الأممي. مش معتبرين العراقيين مهاجرين في لبنان نازحين للأسف الشديد. بيروحوا على الأمم المتحدة بيعطون بس مجرد مسجلين وانتظار الفرج. يوصل لهان مش مهاجر درجة تاني، يسموه أنا مهاجر درجة تاني، مهاجر درجة خمسة وسادسة وسابعة. يعني اليوم ليش السوريين بلبنان يتمتعوا بالحقوق الكاملة بالنسبة للأمم المتحدة؟ الجواب عند الأمم المتحدة بيقول لك لأنه هودي قاعدين بخيم، يعني لازم نحط العراقيين بخيم حتى ياخذوا مساعدات. اسأل الأمم المتحدة كم مرة ساعد موضوع زي العراقيين في لبنان؟ مكتب الأمم المتحدة في بيروت ينفي أي تمييز بين لاجئ وآخر. في ثغرة بكل البرامج بلبنان. هلا بالنسبة لبرنامج إعادة التوطين، يعني سفرهم إلى دولة ثالثة، الولايات المتحدة هي الدولة اللي كانت تستقبل أكبر نسبة من اللاجئين العراقيين، وللأسف صار في هلا وقف يعني ببرنامج إعادة التوطين على الولايات المتحدة. مشان هيك هالسنة يمكن أكثر من غيرها حسوا اللاجئين العراقيين إنه في بطء ب تقديم ملفاتهم لدول بتستقبلهم. السفارة الأمريكية في بيروت أوضحت بأن الولايات المتحدة وصلت إلى الكوتا المحددة لاستقبال اللاجئين في 12 تموز الماضي وهي 50,000، وبالتالي فإنها اليوم تستقبل من اللاجئين فقط من له صلة قرابة مع شخص موجود في أمريكا. وعن احتمال تجديد الكوتا فلا جواب حتى الساعة.